مكاوي تبعد تغطية دفاعية سليمة حسم بطولة الدوري المصري للناشئين بدون خسارة وبدون تعادل، سجل 102 فرصة زملكاوية، كرة عرضية عالية، حارس المرمى بخروج موفق، كرة بتلعب إلى الأمام، محاولة تسديدة من مسافة والكرة سهلة. كرة بتلعب، حارس المرمى خروجه موفق عمر وائل، وبالتالي السيطرة على الكرة. محمد زين يحاول سال كرة عرضية عالية، حارس المرمى عاول وائل، عمر وائل خروج. كرة بتلعب عرضية عالية، عمر وائل يبقى.